السلام عليكم، معكم ملاكم شانق يونس بطل الجزائر في العديد من المرات. نتكلموا على إيمان خليف اللي هي بطلة الجزائر وتستحق يعني وسام، مش غير بطلة برك، شرفتنا وشرفت الجزائر خاصة في الظروف اللي عاشتها واللي راهي تعيش فيها حاليا، يعني حطمتها نفسيا وجسديا وعقليا وفكريا، لانه مش سهل باه العالم كومبلي يهضر عليك، العالم بالكل يتكلم عليك، ورغم الظروف والصعوبات هكذاك وراي تلاكم ودارت منازلات في القمة وكانت في المستوى يعني مستوى عالي. هو لاحظنا أنه الاتحاد الدولي للملاكمة في العام الماضي سنة 2022 في بطولة العالم التي انقامت في الهند، وين يعني وصلت حتى للنصف النهائي وربحت التايلاندية هذه، وأقصاها يعني كان ظلم كبير، واصلا نفسيا تتحطم هكذاك، وراجعت نفسها ونصفتها اللجنه الاولمبيه اللي مؤخرا حطت بيان ستحط فيه كامل البيان، مؤكد انها بنت وانثى حره جزائريه، وان شاء الله اتمنى لها التوفيق. وبطولة ولا المنازلة اللي دارتها البارح مع التايلاندية كانت منازلة رائعة جدا، الكثير من التكتيك يعني لكمت على بعد، ما عطاتهاش حتى شونس بات تخدم، كانت ديجا دارستها من قبل ولكمت معاها. ونتمنى ولا التوفيق ان شاء الله في النهائي مع الملاكمة الصينية اللي اصلا تعرفها، ومع الملاكم الخبير تاعها بيراز ان شاء الله يدرسوا الموضوع، ومدربها الاول شعوه. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وتشرف الجزائر بالذهبيه ان شاء الله. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.